درعا تم تحرير حاجز أم الميادن. أبطال وكتائب الجيش السوري الحر. مبروك أخوي مبروك. هذه هي أحد دبابات الجيش الأسدي. الله أكبر عليك يا بشار، جايينك بإذن الله على الشارع، جايينك على قصرك. هذا هو جسر أم الميادة. تم تحرير الحاجز كاملا قبل كتاب الجيش السوري الحر. أحد الدبابات المعطوبة. هذه دباباتك يا بشار الأسد. الشهم الذي كان فيها عصابات الشر الأسد. الله أكبر والعزة لله.